عليكم سابق. أخذنا في الفيديو السابق مقدمة عن علم التصنيف، وعرفنا التصنيف بأنه هو توزيع الكائنات الحية في مجموعات اعتماداً على خصائصها العامة. وذكرنا أيضاً أن العلماء صنفوا الكائنات الحية في البداية حسب نمط تغذيتها إلى مجموعتان، المجموعة الأولى ذاتية التغذية كالنباتات، والمجموعة الثانية غير ذاتية التغذية كالحيوانات. بعدين إجوا العلماء صنفوا حسب تركيب الخلية في أجسام الكائنات الحية إلى مجموعتان أيضاً، المجموعة الأولى خلايا حقيقية النواة، والمجموعة الثانية خلايا بدائية النواة. تمام؟ اليوم في الفيديو اليوم رح نحكي عن مستويات التصنيف. إيش يعني مستويات التصنيف؟ في البداية رح نحكي إنه العلماء إجوا صنفوا الكائنات الحية في مستويات، صنفوا العلماء الكائنات الحية في مستويات. إيش يعني مستويات التصنيف؟ عرف يا سابع مستويات التصنيف. عرف مستويات التصنيف هي مستويات متدرجة، هي مستويات متدرجة تبدأ بالنوع وتنتهي بالنطاق. كمان مرة عرف مستويات التصنيف. مستويات التصنيف هي مستويات متدرجة تبدأ بالنوع وتنتهي بالنطاق، يعني بتبلش عندي بالنوع لحد ما توقف عند مين؟ عند النطاق. طيب خلينا نعرف إيش يعني النوع. عرف النوع يا سابع. عرف النوع. النوع هو الوحدة الأساسية في التصنيف، هو الوحدة الأساسية في التصنيف، ويعبر عن مجموعة الكائنات الحية المتشابهة. إذن عن إيش بيعبر؟ يعبر عن مجموعة الكائنات الحية المتشابهة، يعني اللي بتكون من نفس النوع، متشابهة في صفاتها ولها القدرة على التزاوج فيما بينها. إذن عرفنا مستويات التصنيف، قلنا هي مستويات متدرجة تبدأ بالنوع وتنتهي بالنطاق. نيجي على النوع، نعرف النوع. إيش هو النوع يا سابع؟ هو الوحدة الأساسية في التصنيف. إذا جبت لك في الامتحان أكمل الفراغ، ما هو أكمل الفراغ؟ الوحدة الأساسية في التصنيف فراغ، إيش نكتب في الفراغ؟ النوع. إذن النوع هو الوحدة الأساسية في التصنيف، ويعبر عن مجموعة الكائنات الحية المتشابهة في صفاتها، تتشابه في صفاتها ولها القدرة على التزاوج فيما بينها، يعني بتكون إيش؟ من نفس النوع. خلينا نشوف هون عندي كيف مستويات التصنيف يا سابع. طلعوا علي مستويات التصنيف، صنفوها العلماء إلى 8 مستويات. صنف العلماء مستويات التصنيف، مستويات تصنيف الكائنات الحية إلى 8 مستويات. نبلش من وين؟ نبلش من الأسفل، من تحت. نبلش من تحت يا سابع، نبلش من تحت. إيش الوحدة الأساسية لمستويات التصنيف؟ هي النوع، صح؟ الوحدة الأساسية هي النوع، وهي عبارة عن الأقل حجماً أو أقل عدداً. تمام؟ إذن النوع حيكون أقل حجماً أو أقل عدداً. تمام؟ نبدأ من تحت لفوق يا سابع، من تحت لفوق. نبدأ بمين؟ بالنوع. النوع قلنا هي عبارة عن إيش؟ الوحدة الأساسية في مستويات التصنيف، وقلنا هو مجموعة من الكائنات الحية بتكون من النوع نفسه، ماشي؟ إذن النوع هو إيش؟ أصغر إشي في مستويات التصنيف، وهو عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية من النوع نفسه. إيش المستوى المباشر اللي بدي يجي ورا النوع؟ هو الجنس. نحفظهم بالترتيب يا سابع. بلشنا بالنوع، مباشر إيش بيجي وراء؟ الجنس. الجنس بيجي أكبر شوي من النوع حجما. شو ممكن نعرف الجنس أو من ماذا يتكون؟ يتكون من عدة أنواع، يتكون من عدة أنواع، بيتكون من إيش اللي تحتيه؟ إيش في تحت الجنس؟ النوع. إذن يتكون من عدة أنواع. نيجي على المستوى الثالث وهي العائلة. العائلة بتيجي أكبر حجما من الجنس. من إيش بتتكون العائلة؟ تتكون من عدة أجناس، تتكون العائلة من عدة أجناس. بعدين إيش بيجي عندي؟ الرتبة. الرتبة أكبر من العائلة. من ماذا تتكون الرتبة؟ تتكون من عدة عائلات، يعني كل وحدة أو كل مستوى يتكون من الجزء اللي تحتيه. نيجي على خمس، المستوى الخامس الصف. الصف أكبر من الرتبة ويتكون من عدة رتب. نيجي على القبيلة، تتكون من عدة صفوف. المملكة تتكون من عدة قبائل، والنطاق يتكون من عدة ممالك. فآخر مستوى من مستويات التصنيف هو النطاق، وهو يعتبر أكبر حجما. إذا مستويات التصنيف يا سابع نحفظهم بالترتيب، تبدأ بالنوع وتنتهي بالنطاق. نوع قلنا هو عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية من النوع نفسه. بعدين الجنس يتكون من عدة أنواع. العائلة تتكون من عدة أجناس. الرتبة تتكون من عدة عائلات. الصف يتكون من عدة رتب. والقبيلة تتكون من عدة صفوف. والمملكة تتكون من عدة قبائل. والنطاق يتكون من عدة ممالك. لهون نكون كملنا درسنا يا سابع، ويعطيكم ألف عافية.